هذا المعرض متكرر، وكل فترة كل 3 أشهر أو 4 أشهر يتم افتتاح معرض متخصص في كلية الفنون الجميلة، مرة عن الرسم، مرة عن الآن اليوم كما ذكرت معرض بعنوان كتلة وفن. طبعا إذا لاحظتم هناك منحوتات ممتازة لأبنائنا الطلبة، بالإضافة إلى بعض الرسوم التي تمثل لوحات عالمية قام بها أبنائنا الطلاب في كلية الفنون الجميلة. معرض إبداعي بلا ريب يعني، ومعبر ومتشعب أيضا، من البرونزات إلى النحت على الرخام إلى النحت على الحديد إلى الكتل إلى الأفران إلى كذا، وهذا إن دل الشيء يدل على أمرين. الأمر الأول هو تطبيق استراتيجية الجامعة القائمة على ربط المخرجات الجامعة بالمجتمع، وخاصة في مجال هذه البرونزيات التي أمامنا. والأمر الثاني يدل على استمرارية الطلاب في خاصة في ظل هذه الظروف. نحن حطينا مختصر للمعرض كله الكتلة اللي هو بيعبر عن النحت، النحت هو كتلة وفراغ، بدل الفراغ حطينا اللون لحتى يصير في إشارة للتصوير الزيتي الملون. وبنفس الوقت نحن كان في تجربة، بعض التجارب النحتية اللي أخذت نمط حديث، دخلوا اللون، الطالب دخل، علمناه كيف يدخل اللون على المنحوتة. ففي بعض الأعمال المنحوتات شفتوها أنه هي منحوتة وبنفس الوقت أخذي لون، فصارت كتلة ولون، فلقينا مختصر مفيد يعني معبر عن المعرض بشكل كامل. بالنسبة للطلاب، بالنسبة للصب والقولبة وعمليات الحجر، هي دخلت جديد على الكلية، فأنا لقيت تفاعل حلو بين الطلاب والأساتذة من هذا الموضوع، وكانوا كتير مبسوطين من هالتقنية الجديدة اللي دخلت على الكلية يعني. المعرض كتير مهم لأنه يعني عم يشجعنا لخطوات لقدام، كتير اشتغلنا، كتير تعبنا بفترة التخرج، ويعني هذا كان إنه المحصل أو النتيجة. هلأ بما إنه هذا أول معرض لنا يعني أكيد لكل حدا بهالسنة الرابعة، بقى كتير حلوة يعني، كانت تجربة كتير حلوة لنا.